على كل حال يعني حاضر. انا رايي انا عشان خاطر انا بقيت يعني على كل حال طبعا يمكن ده المشهد واحنا عارفين ملابسات الموضوع ويمكن مش افضل شيء ابدا ولا افضل ظروف، ولكن احنا الاهلي هي دي النقطه برضو. على كل حال نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق رغم اي ظروف رغم اي تحكيم رغم اي مشاكل حوالينا ان احنا نقدر ان احنا نقف على رجلينا زي ما احنا متعودين. احنا املنا كبير جدا. يمكن موسيماني كان ليه تصريح وتحدث ان هو كان نفسه ان هو يحصل على لون مختلف من الميداليات، ولكن ان شاء الله ده يحصل على الارض. خلينا نشوف يعني احنا كده كده ما اعتقدش ان احنا عندنا فرصه ثانيه، لكن على كل حال ان شاء الله الماتش يبقى كويس وعايزين نشوف مباراه قويه. واعتقد برده كابتن اسام المباراه هتبقى قويه جدا. هم عندهم برده لعيبه محترفه كتير وعندهم قوه بدنيه، وطبعا هنحلل كل ده، بس برده فريق تقيل جدا جدا الهلال. يعني بسم الله ما شاء الله فريق من اقوى فرق الفرق العربيه ومن اقوى فرق قاره اسيا بالطبع، لانه بطل اسيا وواحد يعني هو والاهلي او الاهلي والهلال دايما بيتقارنوا في كل حاجه قريبه من بعض يعني. وبالتالي احنا بنتكلم على اتنين شعبيه جارفه، النادي الاهلي في افريقيا وفي العالم العربي، نادي الهلال في السعوديه وفي اسيا. وبالتالي انت بتتكلمي على ناديين كبار جدا 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 جدا. يعني انا بس مش عايز اوصل لحاجه اكبر من كده، لكن يعني اللقاء اشقاء في الاخر. خلي بالك يعني 100% ياما لعبنا مباراه ضد الهلال وياما لعبنا مباراه ضد الانديه السعوديه، وفي النهايه بتبقى فيها الشده والحاجات اللطيفه والحماس وحماس كوره يعني. أيوه. ولكن في النهايه يعني انا بحب السعوديه وكل اهل السعوديه بيحبوا السعوديه. انا عايز اقول لك بقى بمناسبه السعوديه تحديدا، ولو هنرجع بقى للمنتخب شويه ونشوف قد ايه كان في دعم عربي، ولو هنتكلم على الدعم السعوديه تحديدا، لان انا برضو ولو حضراتكم طبعا تابعتوا الاعلام السعودي كيف كان يتحدث عن مصر. لا بجد شوفوا حضراتكم وخشوا لحد دلوقتي الحاجات موجوده كلها اونلاين، كيف كان يدعم وكان بالظبط المنتخب السعودي هو اللي بيلعب. فالدعم العربي سواء جماهيريا او اعلاميا كان اكثر من رائع مع المنتخب. هو ده المشهد اللي احنا كنا ربما مش هنقول بنفتقده، بس كنا دايما بنأمله، فدي نقطة مفروغ منها تماما. فلا فعلا كانت حاجة محترمة. وبرضو اعتقد لحد دلوقتي الكلام برضو في الصحف المختلفة سواء مقارنة يعني بين الهلال والأهلي، برضو في كلام كتير جدا اتقال في صالح الأهلي حلو. يعني حتى كان المدير الفني للهلال السعودي كان بيتحدث ان يعني الاهلي لديه كره قدم جيده جدا، دي احدى التصريحات يعني. فهو فاهم برضه هو بينافس مين. الحمد لله احنا مرينا بكتير صعب، بس انا متفائله